هيا البنت اللي حياتها ملونة كأنها سينما، فيها الفرح والحزن والأمل والبحث عن إثبات الذات. إسلام الشاب اللي بيقولوا عن نيكول الرياضة شغفه اليومي، بس كمان بيؤمن إنه العقل السليم هو سلاح الشباب. أما جود صبية كتير مهضومة، بتشوف الحياة بالموسيقى وبتقدر كمان تكشف موسيقى الحياة بكل شي حولها. كلهم رح يلتقوا ويحكوا أخبار واهتمامات الشباب ببرنامج حكي شباب.